زي ما حضراتكم شايفين هنا بقول لي انت مؤهل لسحب $500، فهضغط على كلمة كاش اوت. بعد كده هبدأ ان انا اضيف ايميل للباي بال. بعد ما ضفت ايميل للباي بال هضغط على كلمة سبميت، وهنا زي ما حضراتكم شايفين بقول لي سيصلك السحب بعد 24 ساعة، فهضغط على اوكي. وهنا بقول لي طلبك قيد المراجعة. يا هلا والله بالحبايب، معكم احمد ورجعت لكم بفيديو جديد، والنهارده باذن الله هنتعرف على تطبيق ووتر بازل، التطبيق اللي حقق اكتر من 1,000,000 تحميله في اقل من 4 شهور والناس كلها عماله تتكلم عليه حاليا. فالنهارده باذن الله هنتعرف هل التطبيق صادق ولا التطبيق نصاب. ولكن قبل بدايه الفيديو اتمنى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتشارك الفيديو مع اصدقائك عشان الكل يستفيد. وانا زي ما حضراتكم شايفين حملت التطبيق عشان ابدا اجربه واقول لكم هل فعلا التطبيق صادق ولا نصاب. وملحوظه شباب، التطبيق هنا شايل التقييمات والتعليقات عشان محدش يكتب حاجه او يقول رايه في التطبيق ده. فمبدئيا كده اول انطباع عن التطبيق انه نصاب. فالمهم خلينا نضغط على كلمه تشغيل وندخل كده للتطبيق. انا طبعا في بدايه الفيديو في المقدمه سحبت من التطبيق $500، وانا عارف طبعا اللي هم مش هيجوا لي، لان والله يا شباب انا يا دوبك لسه مثبت التطبيق من 10 دقائق ولقيته بيقول لي اسحب $500، انت متخيل؟ فالموضوع غريب جدا. فالمهم طريقه عمل التطبيق ازاي، انك بقى بتكمل الازاز ديت على بعض كده زي ما حضراتكم شايفين، بتحط الالوان على بعضها، حاجة سهلة وبسيطة جدا وتافهة والله. يعني هنا بقول لي احصل على بطاقة امازون بقيمة $6، تمام مفيش مشكلة. انا طبعا معايا في امازون هنا اكتر من $300. هنا بقول لي احصل على $7، يعني انت متخيل الموضوع ما يخشش العقل. حتى انا لما دخلت للتطبيق لاول مرة لقيته بيديني $500 هدية كده، انت متخيل انك تدخل تطبيق يديك $500 هدية؟ فالمهم يا شباب مش عاوز اضيع وقتكم والله، انا عاوز اوصل لكم بس ان التطبيق نصاب ومش هيدفع لكم. فما تحملوش التطبيقات اللي شبه ديت عشان ما تتعبوش عليها، وفي الاخر التطبيق ما يدفع لكمش. فحبيت اعمل لكم بس الفيديو البسيط عن التطبيق ده عشان الناس تعرف ان التطبيق نصاب. اتمنى تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم عشان لو حد هيشتغل على التطبيق يلحق نفسه وما يشتغلش عشان ما يضيعش وقته على الفاضي. فلحد كده يكون ده فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، وانتظرونا باذن الله في شروحات قويه في رمضان، وان شاء الله يعني نكون عند حسن ظنكم دايما ونقدم لكم افضل المواقع والتطبيقات اللي ممكن تستفاد منها. ولحد كده يكون ده فيديو النهارده، اشوفكم بقى في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.